أخبار اليوم. برحب بحضرتك في مصر إن شاء الله ضيف عزيز علينا. أهلا وسهلا، وإحنا سعيدين بوجودنا في مصر. كنا حابين نعرف الهدف وشركتكم النهاردة في المنتدى المصري البحرين. والله كما تعرف يعني هذا مجال للرجال الأعمال بين البحرين وبين مصر لتبادل الأفكار والمعلومات عن الفرص المتاحة للاستثمار، وفيما يتعلق بتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. حضرتك نتكلم عن المصارف اللي لكم، ثلاث مصارف عندنا هنا في مصر تبع البحرين يتعلقوا بالبحرين، ايه طبيعة الاستثمار هنا، شايفين شكله ايه؟ يعني احنا عندنا من اكبر المؤسسات المالية في البحرين لها تواجد في مصر، واحنا نشوف انه يعني تجربة جدا ناجحة، والمؤسسات المالية تعمل بشكل ناجح ويعني تؤدي دور في مستوى عالي جدا، وهذا الشيء هو المؤمل. يعني فيكم حركة بيئة الاستثمار في الوقت الحالي في مصر شكلها هي ايش؟ بيئة الاستثمار في الوقت الحالي في مصر شكلها شكل ما وضحت، مصر اكبر دولة عربية واكبر سوق في المنطقة. بطبيعة الحال اي واحد لما ينظر الى الخارطة العربية مصر تبرز له باستمرار بحجم السوق، بالإمكانيات المتاحة، بالموقع الاستراتيجي، بالعملية المستمرة في تطوير قوانين الاستثمار والإجراءات والممارسات. هذا بحد ذاته يعني مهم. القطاع المصرفي المصري بيعاني بمشكلة في الدولار، هل في مشكلة في البحرين نفس القصة؟ لا طبعا، يعني احنا لازم نقدر الظروف اللي تمر فيها مصر، وكل دولة ولها طبيعة. يعني احنا ظروفنا تختلف عن مصر. يعني حضرتك للإجراءات اللي اتخذها البنك المركزي مؤخرا لدعم رفع قيمة الدولار وخفض قيمة الجنيه. يعني أنا اسمح لي أن ما أقدر أعلق على أي شيء خاص بسياسة يقوم بها البنك المركزي في مصر. احنا طبعا ما ملتزمين بتطبيق كل المعايير الدولية، وهذا هو يعني أساس لنجاح القطاع المصرفي في البحرين، هو اتباعنا دائما الى المعايير الدوليه وافضل الممارسات في هذا المجال. يعني شوفي، معايير بازل ثلاثه اصبحت يعني مطلوبه للتطبيق في كل العالم. يعني اكيد لها صعوبات، وكل جهه رقابيه تحاول ان تتكيف مع متطلبات الواقع المحلي. هل تنوي التوسع في المصارف البحرينيه في مصر الفتره الجايه؟ والله انا يعني خبرت الاخوان، يعني انا جهه رقابيه، انا لا اتكلم باسم المصارف، لكن احنا نشجع بشكل عام اي توجه نحو الاستثمار في مصر ونحو التواجد في هذا السوق، لانه اكبر سوق استهلاكي موجود في المنطقه.